وللحديث حول الانتهاكات التي يرتكبها النظام ضد المدنيين في سوريا ومدى إمكانية عودة النازحين واللاجئين، معنا من هولندا المؤسس المشارك لرابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا السيد دياب سرية. مرحبا بك معنا سيد دياب. أهلا وسهلا أخي الكريم، يسعد مساك. حياك الله. أنا أولا نريد أن نتعرف على طبيعة هذه الغرف الجديدة التي تحدثتم عنها وتحدث عنها بعض المعتقلين في شهاداتهم الذين نجوا بطبيعة الحال من هذا السجن. أخي الكريم، غرف الملح حقيقة هي يعني إصالات ضمن سجن صيدنايا في الطابق الأول، في الطابق الأول من سجن صيدنايا. غرفة هنا غرفة قريبة من غرفة الإدارة، والغرفة الأخرى ضمن مهاجع، ضمن جناح فيه 5 مهاجع. طبعا هذه الغرف كانت تستخدم يعني بحسب اعتقادنا، أول غرفة استخدمت في العام 2013 لسبب حفظ الجثث أو لإيقاف تحلل الجثث السريع. النظام كان في سجن صيدنايا يستخدم جثث المعتقلين كوسيلة من أحد وسائل التعذيب النفسي والضغط على المعتقلين الأحياء. على سبيل المثال، كانت الجثة توضع يعني أو يتأخر النظام بسحب جثث الأشخاص الذين يسقطون تحت التعذيب، والأشخاص الذين توفوا بسبب سوء الرعاية الطبية وعدم توفر الغذاء وعمليات التجويع، كان يبقي على هذه الجثث ضمن الغرف لمدة من 2 إلى 3 أيام أو 5 أيام قبل نقلها إلى مكان، إلى هذه الغرف لتجميعها وإرسالها في النهاية بعد 2 أو 3 أيضا إلى مشفى تشرين العسكري أو مشفى حرستا من أجل إجراء تقرير طبي، ومن ثم إرسالها إلى المقابر الجماعية في نجهة والأطيفة وغيرها من هذه الأماكن. نعم، لكن لماذا هذا السجن بالتحديد؟ ما مدى خطورة هيكليته الإدارية والتنظيمية التي وصلت بالناجين إلى وصفه بأنه مسلخ بشري بامتياز؟ أخي الكريم، سجن صيدنايا هو سجن عسكري يتبع لوزارة الدفاع، لا يتبع لوزارة العدل كبقية السجون السورية، ولا يخضع، لا يمكن دخوله، لا يوجد أي هيئات، على سبيل المثال الهلال الأحمر السوري أو جمعية رعاية المسجونين وأسرهم لا تستطيع الدخول إلى هذا السجن. هو السجن عسكري محاط بسرية كاملة. المعتقلون الموجودين في هذا السجن يطلق عليهم النظام اسم المعتقلون الأمنيون، وهم أي شخص كما يدعي النظام عارض النظام أو ارتكب جريمة سياسية يضعه النظام هنا، أو أي شخص يتهمه النظام بالإرهاب أيضا يضعه هنا. لا يسمح لأحد، لا يسمح للمعتقلين بهذا السجن بالاتصال مع العالم الخارجي، لا يسمح لهم بتوكيل محامي، الزيارات ممنوعة إلى هذا السجن حتى من الأهالي. هناك أي سجين لا تستطيع عائلته أن تزوره قبل إحضار أو استصدار إذن من شعبة المخابرات العسكرية، تحديدا الفرع 227، وهذه الأذونات لا تعطى في سهولة، وأيضا تعطى بعد دفع مبالغ مالية تصل إلى آلاف الدولارات ليحصل الأهالي على زيارة لمدة 3 دقائق أو أقل. التكتم والسرية والهمجية في هذا السجن سببها أن النظام أيضا استخدم الاعتقال والإخفاء القسري كأحد وسائل الحرب التي شنها على الشعب السوري. اليوم هذا السجن بحسب تقديراتنا نعتقد أن منذ العام 2011 ولغاية العام 2021 دخل هذا السجن ما لا يقل عن 30,000 إنسان. الأشخاص الذين خرجوا على قيد الحياة أو الذين أفرج عنهم لا يتجاوزون 6,000 شخص. الأشخاص الباقي 24,000 الباقية مجهولو المصير أو لا أحد يعرف عنهم الكثير من المعلومات. منظمة العفو الدولية في العام 2017 أصدرت تقريرا وصفت فيه أو وثقت فيه عمليات إعدام جرت في سجن صيدنايا ل 13,000 معتقل منذ العام 2011 ولغاية العام 2014. طيب سيد دياب، ما أهمية تزامن هذا التقرير الذي تنوي رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا مع نية العديد من الدول إعادة اللاجئين إلى ديارهم، وبالتالي هل هناك ما يضمن ألا يعاد يتعرض العائدون للاعتقال مثلا والظروف السيئة مثل التي وصفتها؟
أخي الكريم، نحن اليوم هذه التقارير هي صراحة يعني لكل هذه الدول، لكل الهيئات الأممية، لكل الدول التي تفكر صراحة بإعادة اللاجئين أو التضييق على اللاجئين، أين سوف يعودون هذه الناس اليوم التي خرجت من بيوتها طلبا للأمان وطلبا يعني كف شر النظام عنها، وإلى أين سوف تعود؟ إلى أين، هل سوف تعود الناس وتعود إلى صيدنايا أو إلى باقي مراكز الاحتجاز؟ نعم طبعا يعني هذا التقرير اليوم يعني هو جزء من نضال طويل، ومن عمل طويل، لعمل حقوقي، عمل أيضا على سبيل المناصرة وحشد التأييد ضد أي دولة أو أي هيئة اليوم تفكر في إعادة هذه الناس غصبا عنها. حتى الأشخاص يعني اليوم لا يوجد أمان في سوريا صراحة، لا يوجد الأشخاص اليوم في دمشق أو غيرها من الأماكن، الأشخاص الذين هربوا من هذه الأماكن وغادروا سوريا لا يستطيعون العودة. جميع 90% من الأشخاص خارج سوريا مطلوبين إما إلى أفرع الأمن أو للخدمة في الجيش السوري، فإلى أين العودة أخي الكريم؟ نعم، يعني أمام هذه الشهادات وهذا النشاط الحقوقي الذي تقومون به، إلى أي مدى يمكن أن يساعد في تسريع محاسبة النظام حقوقيا على الجرائم التي ارتكبها وما زال يرتكبها؟ يعني ملف موضوع المحاسبة والعدالة للأسف يعني منذ سنوات، منذ أكثر من 5 6 سنوات، لا يوجد رغبة سياسية أو إرادة سياسية حقيقية لدى المجتمع الدولي لمحاسبة نظام الأسد على ما اقترفه من جرائم ومجازر بحق الشعب السوري. يعني هذا الكلام لأكون صريح معك، اليوم نحن نقدم تقرير فيه وصف كامل لهيكلية سجن صيدناي الإدارية، لعلاقاته التنظيمية، لطريقة إصدار الأوامر به، من يرفع التقرير إلى من، الأوامر من أين تصدر، ماذا يحصل خلال عمليات الإعدام، من يعطي الأمر بعمليات الإعدام، والكثير الكثير من التفاصيل التي جمعناها على مدى سنوات اليوم نضعها في تحقيق طويل ونقدمه لجميع الهيئات الدولية والهيئات الأممية وأيضا إلى الدول الأوروبية، هنا الدول التي تسمح قوانينها المحلية بمحاكمة مجرمين الحرب، ونضع هذا الدليل اليوم بأيديهم، وهو يوفر عليهم الكثير من عناء البحث والعمل. ولكن يعني موضوع العدالة صراحة في سوريا بحاجة لرغبة سياسية دولية. اليوم الانقسام على الساحة الدولية خاصة بعد الحرب في أوكرانيا، يعني تراجع الاهتمام ودفعت يعني الحرب الأوكرانية دفعت بالقضية السورية إلى أسفل يعني سلم أولويات أي دولة اليوم في العالم، أو أسقطتها حتى يعني لم تدفع بها إلى أسفل، أسقطتها من سلم الأولويات للأسف الشديد. يعني نعم أستاذ دياب، اليوم المطلوب من المجتمع الدولي في ظل تأكيد الأمم المتحدة أن الحرب لم تنتهي في سوريا وإعادة التطبيع مع النظام، إلى أي مدى تعني أن الجرائم لن تنتهي أيضاً؟ يعني حقيقة اليوم هذا التقرير وهذا المطلوب اليوم، هذا التقرير هو دليل يعني، وأنا أتمنى من الحكومات العربية في البداية، التي الحكومات العربية التي تسعى وتروج للنظام وتحاول إعادته إلى الحضن العربي وإعادته إلى الجامعة العربية، صراحة بأن تنظر إلى هذا التقرير وتنظر إلى شهادات هذه الناس وتنظر إلى ملف الاحتجاز وتنظر إلى أن النظام استخدم الأسلحة الكيميائية، النظام استخدم البراميل المتفجرة في حربه على شعبه. اليوم مطلوب صراحة وقف الضمير من الحكومات العربية. للأسف الشديد حكومة الإمارات العربية المتحدة اليوم تساهم في إعادة تطبيع النظام، الأردن أيضا للأسف الشديد فتح حدوده مع النظام، ولم يأته من النظام، لم يأته خير من النظام، لم يأته سوى المخدرات والكبتاجون، وكل يوم نسمع في الأخبار عن شحنة كبتاجون التقطت على الحدود السورية. نعم المطلوب من شكرا، المجتمع الدولي وقف التطبيع نعم مع نظام الأسد. أشكرك جزيلا من هولندا، المؤسس المشارك لرابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا السيد دياب سرية، شكرا لك.